استهداف الآن في رفح في مخيم نزوح في منطقة موقع البشرشين. اشتعل النيران في المكان. حاول السكان الآن إطفاء النيران لكن لا توجد الآن لا يوجد. احنا قاعدين في امان الله على باب الدار، فجاه الا سمعنا صوت صاروخ. اجينا هين نجري لقينا الشارع قطيطة مش شايفين ولا حاجه. المهم كيف ما تعرف دخلنا في الدار ما لقيناش في احد. طلعنا فوق الحيطه لقينا مره بنت وشاب مقطعين تقطيع. يا شباب زين شوي ثواني فكر يا